السلام عليكم، أنا حامل بشهر الثالث نهاية إن شاء الله. يعني صمت هاليومين وبعد أحس قابليتي ما أتحمل أكمل بقية صيام الشهر، فيصير أصوم بشكل متقطع بين يوم ويوم، كل يومين يوم، يعني أحسن من ما أوفي الشهر كله. لو ما يصير لازم لو أصوم كله لو ما أصومه. نعم إن شاء الله. سمحت السيد جاوبكم. سيد شوفي بنتي، أنت تقولي أنا حامل شهر الثالث، والإنسان قابليات، يعني إحنا ما نقدر نقول أنت قابلية عندك ولازم تصومين، لا، وإنما حسب قابلية الإنسان. ما تشوفين نفسك أنك قادرة أن تصومين وما عندك مشكلة فلا بد تصومي. تقولي لا أنا تعبت وكلش تأذيت وكلش، يعني كلش يعني معنى أنه حسيت بأن صار عندي ضعف عام وأخاف على جنيني. هنا نقول ليش ما في إشكال، أنت حاولي أن تصومين يوم أو يومين وتفطرين يوم، وحتى تقدرين يعني تساعدين نفسك في طاعة الله بالمقدار الممكن، تساعدين نفسك في طاعة الله بالمقدار الممكن، مثل يومين تصومين يوم تفطرين، أو ثلاثة أيام تصومين يوم تفطرين. أنت تعرفين نفسك أكثر من عندي، وأنت اللي حددي بينك ما بين الله سبحانه وتعالى.